اهلا بكم من جديد في حديث القاهره. وصلنا الى حديث السوشيال ميديا مع زميلنا العزيز خالد البرماوي في بورصه الكلام. مساء الخير. مساء الخير يا كريم. مساء الخير خيري. ومساء الخير لكل مشاهدي حديث القاهره مع بورصه الكلام. كلام السوشيال ميديا محقق وموثق ومختصر. بورصة الشخصيات، أهم الشخصيات المواقع الإخبارية المصرية نشرت عنها أخبار كتيرة جدا على مدى الـ 24 ساعة الماضية. إيهاب جلال ولليوم الثاني على التوالي يتصدر القائمة، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأثار وتصريحات وردود فعل كتيرة على تصريحاته اللي قال فيها محمد صلاح، واللي قال فيها عبد الله السعيد، واللي قال فيها اللي رجع المنتخب مرة تانية والجهاز الفني بتاعه، وقصص كتيرة جدا كانت مهتمة بها الصحافة المصرية النهاردة. دكتور مصطفى مدبولي وأكم من مؤتمرات وتصريحات ولقاءات واجتماعات، حاجات ليها علاقة باستصلاح الأراضي، حاجات ليها علاقة بمبادرة حياة كريمة، حاجات ليها علاقة بتجميل أو إعادة تنظيم عواصم المدن في السويس وفي القاهرة وفي دمياط وفي كفر الشيخ وفي البحيرة ضمن حوالي 16 عاصمة. كان رئيس الوزراء النهاردة بيشوف خطة تطوير عواصم المدن. محمد صلاح الغائب الدائم معانا في القائمة، وقبل 24 ساعة من مباراة أستون فيلا بكرة، ومباراة مهمة جدا في إطار 3 مباريات باقية على الدوري و5 مباريات. محمد صلاح ليفربول في 5 مباريات خلال 20 يوم الجايين تقريبا يا خيري. 5 مباريات دول معناهم 3 بطولات، 5 مباريات لـ3 بطولات. ندعي لمحمد صلاح ده شيء صعب. فيه هجوم كبير، لو في بطولة تانية الحذاء الذهبي سون بيلاحقوا سون 20 هدف دلوقتي، فرق هدفين فقط. فاللي يعني احنا مستنيين الحذاء الذهبي. لا لاحظت انت على السوشيال ميديا ان في موجة هجوم كبيرة على صلاح اليومين اللي فاتوا عشان التصريحات يمكن بتاعة اللي كانت قصاد النادي الاخر ريال مدريد عشان التصفيات. مجد الهواري كاتب له النهارده المنتج والمخرج المعروف، وكان ترند كاتب له كلام قاسي ومش مفترض يعني. محمد معيط وزير الماليه على خلفيه تصريحات ليها علاقه بالموازنه الجديده للدوله، ومش تصريحات، وكان في البرلمان النهارده بيناقش الموازنه، وكان في انتقادات كثيره من النواب، وكان الراجل بيعرض ان الموازنه دي زادت قد ايه، زايده تقريبا 350 مليار، مع وعد ان الميزانيه الجديده 35 مليار فيها الاقتراض اقل من السنه اللي فاتت. ايلون ماسك وتقريبا ترند على مستوى العالم ومستوى مصر كمان على اخبار كتيره جدا. انت بكره انا سمعت انك عامل لنا حاجه خاصه عن ايلون ماسك، عاملين بحث تفتيش في دماغ ايلون ماسك، عبقري ام قولوا انتوا بقى مغامر مجنون. وأنس جابر العربية التونسية الشهيرة لعبة التنس العالمية وحصولها على بطولة مدريد للتنس كأول عربية، ودلوقتي هي ترتبها على مستوى العالم رقم 7، وعمل تصريحات كتيرة جدا وكان فيها اهتمام بالصحافة العربية والمصرية كمان. مبروك طبعا أنس جابر، وقالت كمان على محمد صلاح. طيب ناخد بقى القصص او الحاجات اللي اهتموا بيها. من اكتر الحاجات اللي المصريين اهتموا بيها النهارده وشاركوها وتفاعلوا معاها تصريحات او قرارات للنائب العام بشان المنازعات الزوجيه. قال مجموعه كبيره جدا من الكتاب بتاعه، اول حاجه تسهيل الدوره المستنديه بالنسبه لنيابات الاسره، الغاء العمل ببعض الدفاتر وتحويل بعض الدفاتر التانية، دمجها في دفاتر محكمه الاسره ونيابات الاسره، تحتاج دفاتر كتير، فالقرار بالغاء مجموعه من الدفاتر دي والاجراءات الورقيه وتحويل كمان بعضها الكتروني. حاجه كمان مهمه جدا ان بعض الطلبات المنازعات الاسريه مش هتبقى محتاجه ان احنا نروح الشرطه مباشره للنيابه، وقال ان في دوريات كتيره جدا. طبعا في كلام دوري على السوشيال ميديا معمم، وعايز اقول لك بس ان هو قال ان النيابه العامه لم تقم بهذا استجابه لاي عمل درامي او مسلسل او غيره، وان هم بيشتغلوا من ده من بدري، وان جاء وقت اعلانه فقط، لكن النيابه العامه مهتمه بدورها دون النظر الى اعمال دراميه او غيره. طيب برضو من الحاجات اللي كان فيها اهتمام كبير جدا الصوره دي لبرج، البرج الايقوني في العاصمه الاداريه، كانت من اكتر الصور اللي عليها تفاعل على مدى اليوم النهارده ونشرتها الزميله الوطن. برضو من الوطن لخبر تاني وكان مهم جدا، وفاه مارينا صلاح ابنه النائبه البرلمانيه الشهيره هيام بنيامين اثر عمليه في العين. طبعا هنا كان في جدال على مستوى السوشيال ميديا طوال اليوم، هل العمليه دي اللي ادت الى الوفاه هل في خطا طبي ولا لا؟ المحصله ان في تحيات وفي مطالبات للنيابه تدخل تحقق في الموضوع. خالص تعازينا طبعا، ومهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الاجراءات الطبيه. و هي بنتها بنت النائبه، وهي كانت وعندها
زميلنا عدروز بيقول انها من اقاربها مش بنتها. على مدى برضو التصريحات برضو كان في تصريح كتير من الهجوم والتأييد الاثنين مع بعض من هالة رشدي، ودي من الممثلات الوجوه الجديده اللي كانت موجوده السنه دي في مسلسل مكتوب عليا، وقال التصريح ليه علاقه بالإيحاءات الجنسيه في المسلسلات والتلاعب في الالفاظ وهجمتها. طبعا الناس ربطوها ببعض الافلام وانتقدوا انها بتنتقد اعمال اخرى، وفي بعض الناس بيقولوا ان ده وجهه نظرها ورايها. طبعا يعني الملخص عشان نبقى واخدين بالنا ان كتير جدا من التصريحات دي بتظهر، ودايما بنلاقي حاله من الشد والجذب كريمه في الموضوع ده. ناس بتايد فكره ان الناس تقول رايها في المطلق، وفي ناس بيقول لك دع الخلق للخالق ومالكش دعوه وبس. الكاتب والصحفي القدير والناقد الفني طارق الشناوي كان ليه مقال النهارده كان ترند على تويتر، ودي برضو من المرات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، ان مقال فني يكون ترند على تويتر على مدى كبير جدا من الساعات، اقل من 5 ساعات. الصحافه ما زال لها تاثير الحمد لله. طبعا هو كان كاتب مقال على فيلم، هو عمل سلسله مقالات استاذنا طارق الشناوي على مدى الاربع خمس ايام اللي فاتوا على افلام العيد، انتقد الثلاث افلام عن كابوت وواحد تاني والزومبي. الزومبي اتكلم على الفيلم واتكلم على ظاهره جمهور العاديه، عايزين تعرفوا بقى شوفوا المقال. بس يعني كان المحصلة ان هو شايف ان السينما كسبت بعودتها بعد أزمة كورونا بسنتين، لكن شايف ان الأعمال اللي كانت معروضة لم تكن بالجودة الكافية، لكن هو كان شايف ان المكسب ان الجمهور رجع للسينما والسينما بدأت تتحرك. طيب عندنا برضو الزملاء جابونا بورصة الأفلام على مدى الاسبوع طبعا اللي فات، النهارده تقريبا مش النهارده تقريبا اسبوع تماما على بدايه عرض الافلام، ودي الارقام الحقيقيه الافلام المصريه على 31 مليون فيلم واحد تاني 21 مليون العنكبوت هيثم دبور، فيلم العنكبوت 21 مليون، وزومبي 11 مليون، فيلم زومبي تقريبا التلت. نعم يعني فيلم زومبي تلت 31 مليون، ده 31 وده 10 رقم كبير. واحد تاني احمد حلمي الناس كانت مشتاقه ليه، واول مره يشتغل مع زميلنا العزيز هيثم دبور، فبنهنيهم يعني. مبروك مبروك. طيب الزملاء في مصراوي عملوا استفتاء وما كانش مفاجاه بامانه نتيجته. استفتاء اي حد غير مرحومه مش هيكتسب. ايوه ايوه مرحومه دي ايوه فجوره مربوحه مربوحه. لا بجد فعلا يعني كانت قنبله كوميديا وعملت دور عظيم جدا والاستفتاء اللي عملوه الزملاء في مصراوي يعني بنتكلم على تقريبا حسمته بنسبه كبيره جدا. مبروك، ومبروك لينا احنا كمان ان احنا كسبنا كوميديانه كبيره جدا. لسه ما فيش من ساعتين خبر كان ده بقى من الاخبار، ودايما بصوا بالك الاهلي طبعا انا عارف خيري يحب نزعوا خيري طبعا. انت حسست انك بتشجع اسرائيل ليه؟ لا راجل لا انا بشجع الصحافه. الاهلي مجرد ما بيتذكر اسمه في خبر بيبقى ترند اوتوماتيك، فدي نمره واحد. نمره اتنين ان المره دي كمان ان الكاف تسريبات نشرها الزملاء في فيل جول بتقول ان مباراه النهائي هتكون في المغرب. افتكروا ان الكاف الاهلي امبارح كان عمل بيان استباقي وكان بيحذر وبيطالب من الكاف ان هو يتعمل في المباراه في ارض محايده بعيد عن الاربع دول. اعتقد ده مكمل معانا اليومين ثلاثه جايين دول، هيبقى ترند وهتبقى قصه، والاهلي بامانه عنده حق فيها. مش منطقي ان انت بعد ما اتحدث وسنتين سنتين ورا بعض في المغرب ليه يعني ورسميا كمان الكاف المنتج السينمائي مجدي الهواري النهارده فاجئنا الصراحه ببوست على الفيسبوك بيتكلم فيه على محمد صلاح وهجوم قاسي ومباشر وعلى كذا مستوى. مش عايز اقرا لكم اللي قاله، بس هو في الاخر هو بيقول ان محمد صلاح ركز وبلاش ان انت تتعامل مع الكوره كانها بورصه، وخد بالك كل حاجه ممكن تروح منك. هو زعلان من الكلام الكتير والتأخر في تجديد التعاقد مع ليفربول، وبيقول انك لما تقعد كتير تتكلم في الموضوع ده كأنك سلعة او كأن المسألة فلوس بس او صفقة، فده هيضرك كتير جدا. عليك انك تركز في اللعب وتحسم هذه المسألة، ما تبقاش محور كلام كتير. انا بس توقفت قدام احنا بنشجع كرة عالمية قبل ما انت تتولد، حسيت بحدة شوية يا مجدي. لا حدتين شويتين ثلاثة لكن يعني مش لا يعني قد تكون نصيحة واجبة. مش محمد صلاح اللي يتقال له الكلام بأمانة. لا ماشي. يعني لو في مصدر للسعادة
شافوه المصريين في الاربع خمس ست سنين اللي صراحة فاتوا والله صراحة. قمه الاداء أكيد الراقي أكيد على المستوى الانساني كمان يعني الروح طبعا محمد صلاح يعني قصه دي اخر حاجه كانت معانا كان ترند في العالم كله كانت لقطه ظريفه جدا كلب اوكراني والكلب ده تم تكريمه من رئيس اوكرانيا ورئيس وزراء كندا وكرموه ودوله مجموعه من العظم المحلى على حسب الخبر ليه لانه كان بيساعد على ايجاد متفجرات والالغام بس دي اهم القصص اللي كان معانا قصه ايلون ماسك مهمه جدا بس بكره هنتكلم عليها باستفاضه كبيره جدا لان انا زي جماهير مستني اشوف الفنانه قديره العظيمه حنان مطوع بشكرك جدا شكرا ليك خيري شكرا لك شكرا قبل الفنانه الكبيره حنان مطوع عندنا حوار مهم جدا كل اللي فيه بنسبه كبيره جدا بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه ونريد ان نفهم هل نحن ذاهبون الى حرب عالميه ثالثه ولا الحرب هتنتهي طيب هتنتهي امتى ولا رايحين الحرب العالميه الثالثه هل ستنهي هذه الحرب سيطره امريكا القطب الاوحد في العالم وسيظهر قطب جديد كما قال احد الساسه الروسيين النهارده بوتين قال تصريحات كثيره جدا بيعلن فيها انتصاره وبيؤكد انه تعرض لخطر كبير دوله روسيا او الجمهوريه الروسيه تعرضت الى خطر كبير وكان لابد ان يفعل ذلك اشياء كثيره جدا هنطرحها النهارده مع ضيفنا العزيز الدكتور سيد غنيم زميل اكاديميه مصر العسكريه العليا رئيس معهد شؤون الامن العالمي والدفاع الأستاذ الزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية ببروكس الخبرة كبيرة جدا وموسوعة علمية يستعان بها عالميا هنستمتع بها النهاردة بعد الفاصل